المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. احتفلت سفارة المغرب بواشنطن بالذكرى 21 لتربع الملك محمد السادس على العرش، مسلطة الضوء على سنة أخرى من التعاون المثمر بين المملكة والولايات المتحدة، ونظرا للقيود المفروضة بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا، نشرت التمثيلية الدبلوماسية للمملكة شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لقي متابعة واسعة من لدن صناع القرار السياسي والسلك الدبلوماسي الأجنبي وأصدقاء المغرب، واستعرضت الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي طالما جمعت بين البلدين، كما تشهد بذلك سنة أخرى حافلة بالأنشطة الدبلوماسية والزيارات المتبادلة والاجتماعات رفيعة المستوى والتي تلتقي الرقي بمستوى العلاقات الثنائية. وقد أجرى الملك محمد السادس محادثات مع المستشار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة والمتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكد التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان من أبرز محطات هذه السنة أيضا انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة بواشنطن، والتي أشاد خلالها وزير الخارجية مايك بوميو بزيادة الملك في إرساء إصلاحات جريئة وذات حمولة كبيرة على مدى العقدين الماضيين، معربا عن تقديره للدعم القيم الذي ما فتئ يقدمه للقضايا ذات الإهمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط والاستقرار والتنمية في إفريقيا وكذا الأمن الإقليمي. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة.